قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. حرص عدد من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة نادية فهمي، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم، حيث كان في استقبال الحضور زوجها السابق الفنان سامح السريتي وابنتيه آية وابتهال، وكان أبرز الحضور الفنانة شهيرة ونجلها الفنان عمرو محمود ياسين وصلاح عبد الله وأحمد ماهر وجمال سليمان ونهال عنبر ووائل الإبراشي ومحمد الغيتي شريف باهر ومحمد الصاوي وأحمد المسلماني ورياض الخولي والمخرج خالد جلال. أنا نهال عنبر. أنا شهيرة عزت وجت بغطاء للرأس زي ما احنا متعودين عليها، وهنا بتعزي سامح السريتي، هنا آية السريتي بنت نادية فهمي، دي منال سلامة، رضا حسين، ابتهال السريتي بنت سامح السريتي ونادية فهمي، شيخ مظهر ياشين، مظهر شاهين، أحمد ماهر ورياض الخولي، أنا ابتهال السريتي وآية السريتي وسامح السريتي، نبيل الحلفاوي أصر إنه يجي برضو، رجاء حسين، أحمد بدير يعزي ابتهال السريتي، عمرو محمود ياسين جه مع والدته شهيرة، أحمد المسلماني، الفنان القدير جمال سليمان، أعلنت أسرة الفنانة المصرية الكبيرة نادية فهمي وفاتها اليوم الخميس 14 فبراير 2019 عن عمر يناهز 69 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. دي نادية فهمي الله يرحمها، ممثلة قديرة. وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لوعكة صحية خلال السنوات الماضية، نقلت في إسرها إلى المستشفى داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن الأطباء نصحوا أسرتها بعودتها للمنزل بعد تدهور حالتها الصحية حيث توفيت في منزلها. نادية فهمي ممثلة مصرية، ولدت سنة 1950 ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وقامت بأدوار مع رواد السينما المصرية الأوائل مثل محمود المليجي وشكري سرحان وزوزو ماضي، ثم توقفت لفترة عن التمثيل وبعدها عادت لتشارك في مسلسل درامي اسمه الرحايا. ديت نادية فهمي في شبابها. وعدد كبير من الجمهور لا يعرف أن الفنان سامح السريتي متزوج منذ زمن بعيد بالفنانة المعروفة نادية فهمي، وله منها ابنتان هما آية وابتهال. دي آية ونادية مع والدتها نادية فهمي، هنا سامح السريتي ونادية فهمي، وهنا بنتهم الثانية ابتهال السريتي مع والدتها نادية فهمي، وهنا آية مع والدها سامح السريتي. وعلى صعيد آخر، دخلت ابنة الفنان سامح السريتي مجال التمثيل مؤخرا، وهي الفنانة الصاعدة ابتهال السريتي التي ظهرت في مسلسل السبع وصايا. دي ابتهال السريتي بنت نادية فهمي وسامح السوريتي، وهنا مع سامح ابتهال. أيضا اشتركت في فيلم فتاة المصنع عام 2014 وتتحضر الآن للمشاركة في عدة أعمال أخرى. ابتهال السوريتي
وفي مارس 2016 عقد مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة قران آية ابنة الفنان سامح السريتي على المهندس محمد مدحت أخصائي الموارد البشرية. دول العروسين محمد وآية سامح السريتي. أنا جيسي العاصي ونادية فهمي يخدم العاصي، وذلك في إحدى شركات الاتصالات، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر وحضر عقد القران والدة العروس الفنانة نادية فهمي وشقيقتها ابتهال وخال العروس عبد العزيز فهمي ومجموعة كبيرة من أسرة العروسين، منهم الدكتور حسين العزبي والفنانة جيسي العاصي والكاتب الصحفي أحمد سامح. هي صور من عقد القران. سامح السريتي مولود 19 مارس 1951، ممثل مصري اسمه محمد سامح محمد السريتي، حصل على بكالوريوس تجارة. فنان القدير سامح السريتي معروف طبعا، عمل بمسارح الدولة كعضو في فرقة أنغام الشباب بالمسرح الغنائي، ومارس الغناء وعمل في التلفزيون والسينما. من مسرحياته الحب بعد المداولة، عطشان يا صبايا، تذكرة للجنة، زي ما تحب، نجوم الظهر، عالم كورة كورة، شغل أرجوزات، أحلام الفرسان، ذات الهمة، ومن مسلسلاته رمضان والناس، هي والمستحيل، حتى لا يختنق الحب، واشترك في ليالي الحلمية، وأميرة في عابدين، ويتربى في عزه، والفيلم التلفزيوني دليل الاتهام، ورجل اسمه عباس وأيوب، ومن أفلامه السينمائية الأخيرة ملاكي اسكندرية، خيانة مشروع، الرهينة، شارع 18، حين ميسرة، وحاليا يعمل مديرا عاما للفرقة القومية للفنون الشعبية. ده سامح السريتي زوج نادية فهمي. وأكد الفنان سامح السريتي أن والده كان عالم دين وصوفيا كبيرا، وحياته كانت سرية، وساهم بدور مهم في الحركة الوطنية. ونشوف أسرار عنه مفاجئة. لكنه حكم عليه بالإعدام مرتين، وضربه الإنجليز بالرصاص أثناء المقاومة، وأضاف خلال لقائه في برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي على فضائيات CBC أن والده كان يعمل بوزارة الأوقاف، وكان لديه ملجأ للأيتام، وعمل ناظرا لمدرسة أيتام، ونجح في أن يجعل له تلاميذ ومريدين، ومنهم شخصيات أصبحت لامعة ومهمة، وكان لوالدته نشاط تطوعي ونشاط في الاتحاد النسائي. كما تحدث الفنان سامح السريتي عن مرض طليقته الفنانة نادية فهمي قائلا: سعيد جدا وفخور بابنتي ابتهال وآية، وحاسس إن ربنا بعت لهم منهل ينهلوا منه ثواب، إنهم يقعدوا تحت رجلين أمهم علشان يتفتح لهم باب جنة. وأضاف أنه يعتبر مرض زوجته نوعا من رضا الله على بناته، وأن ابنته آية تأتي من لندن خصيصا لتطمئن على والدتها، وتجلس ابنته ابتهال تحت قدميها وتتابع حالتها، مضيفا: ربنا هيعوض بناتي خير، لأنهم مش سايبين أمهم لحظة، ومرضها صعب، وهم بيتحملوا مشقة كبيرة. وقالت ابتهال السريتي نجلة سامح السريتي أن المرافق للمريض يمر بمراحل مختلفة، تبدأ بإنكار، ثم غضب، ثم مساومة، باللجوء لأكثر من طبيب أملا في تشخيص الحالة بشكل مختلف، ثم يمر بمرحلة اكتئاب وانهيارات مختلفة، ثم ينتهي إلى التقبل، فيتقبل الملازم للمريض الأمر ويتعايش معه. وأضافت: الموقف فيه قهرة لما تشوفي حد عزيز عليكي بيتألم، وخصوصا لو ما عندكيش معلومات عن مرضه. دي ابتهال السريتي عانت كتير في مرض والدها والدتها،
وإليكم معلومات هامة عن مرض الزهايمر الصعب الذي عانت منه نادية فهمي الله يرحمها، حيث أنه المريض يصبح أكثر عصبية أو قد يصاب بالهلوسة، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض الخطير، إلا أن الأبحاث في هذا المجال تتقدم من عام لآخر، كما أثبتت الأبحاث أن العناية بالمريض والوقوف بجانبه تؤدي لأفضل النتائج مع الأدوية المتاحة. ويعد مرض الزهايمر الذي قضى على الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان من أكثر الأمراض شيوعا وإثارة للقلق مع تقدم الناس في السن، خاصة في غياب أي عقار شاف للقضاء عليه والسيطرة على عملية التدمير التي يسببها للذاكرة. هذا ولا يعرف العلماء بعد سبب المرض، ويبدأ الزهايمر بإصابة المريض بفقدان غامض للذاكرة ويتطور سريعا، ويفقد المصابون بالزهايمر القدرة على التعرف على الأماكن أو من يحبونهم، ولا يستطيعون الاهتمام بأنفسهم، كما أن المرض يستمر بين 8 إلى 10 سنوات. مرض صعب. بالرغم من أن بعض المصابين به قد يموتون في مرحلة مبكرة أو قد يعيشون لفترة 20 عاما، ويمكن للعلاج أن يساعد على إبطاء تطور الزهايمر، ولكن لا يمكن الشفاء من المرض الذي سمي باسم العالم الألماني الذي اكتشفه عام 1906، وبموت الخلايا العصبية يتقلص المخ ويفقد مظهره المتجعد. ولكي تعرفوا ما قد يحدث من مريض الزهايمر، إليكم تعليق كان على فيديو سابق لي، وكان يقول ابن المريض: بابا الله يرحمه كان في آخر أيامه مش بيعرفنا، وكان بيفتكرنا أنا وإخواتي مش أولاده، وكان بيطردنا بره ويقول لنا أنتوا حرامية عايزين تسرقوا البيت. تخيلوا مراحل مرض الزهايمر. المرحلة الأولى يبدأ المريض نسيان مواعيده، ولا يتنبه لمرور الوقت، ولا يتذكر أحداث الماضي القريب، وفي نهاية المرحلة يميل للعزلة والانطواء ويتفوه بجمل لا معنى محدد لها، وينسى الكثير من الكلمات التي يعرفها. المرحلة الثانية تبدأ بعجز المريض عن القيام بأمور يدوية مثل شبك الأزرار، كما يجد صعوبة في فهم الكلمات، وتنتهي هذه المرحلة ويكون المريض بحاجة إلى من يساعده، ويعاني من نوبات الغضب والإحباط. المرحلة الثالثة تبدأ بعجز المريض عن القيام بما يقوم به الإنسان الطبيعي في دورة المياه، وتنتهي بأن يصبح لا يستطيع عمل أي شيء. يا ساتر يا رب، دون مساعدة الآخرين، وتكون هذه المرحلة أصعب وأألم مرحلة يمر بها مريض الزهايمر.